أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: هل سيتم إغلاق الحمامات بالمغرب لمدة 3 أيام؟ مهني يوضح. ولنا تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. عبر مجموعة من المواطنين المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تخوفاتهم من إغلاق الحمامات بعد عيد الفطر، وأجمع مجموعة من المهنيين بالقطاع في تصريحات متفرقة للوسيت أنفو أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار جديد بخصوص إغلاق الحمامات بعد عيد الفطر، وبالتالي لن يتم إغلاقها لمدة 3 أيام في الأسبوع. وأوضح أحد المهنيين أنه لا يظن أن تعمل السلطات على إغلاق الحمامات من جديد بعدما منحتهم الضوء الأخضر من أجل إعادة فتحها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن قرار إعادة فتحها لم يكن مرتبط بفترة معينة بل القرار جاء مفتوحا. وأكد المهني أن قرار إغلاق الحمامات لمدة 3 أيام في الأسبوع مستبعد حاليا. وللإشارة، فإن السلطات المعنية قررت في وقت سابق بإغلاق الحمامات والمحلات الخاصة بغسل السيارات لمدة 3 أيام في الأسبوع من أجل ترشيد استهلاك المياه.